السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. النهاردة يا أصحابي أنا جالي رسائل كتير بخصوص الفيديوهات وقوائم التشغيل الخاصة بالقناة. زي ما احنا شايفين يا أصحابي، هي دي القناة بتاعتنا على اليوتيوب، دي الصفحة الرئيسية. لو انت بتدور على أي فيديو ممكن تشوفه عن طريق الفيديوهات. هنا في التاب ده هتفتح الفيديوهات، هتلاقي الفيديوهات الخاصة بالقناة زي ما احنا شايفين قدامنا موجودة بالشكل ده. طبعا لو انت بتدور على فيديو معين هتقدر تلاقيه، ودي كل الفيديوهات الخاصة بكل المراحل. احنا شارحين الترم الاول والترم الثاني لكل المراحل هتلاقيها، وحتى المناهج الجديدة هتلاقي المناهج الجديدة بتتشرح وبتنزل بالترتيب. ولو انت بتدور على قائمة تشغيل خاصة بسنة معينة وبترم معين هتقدر تلاقيها هنا في قوائم التشغيل، هتلاقي كل الترمات وكل المراحل الدراسية، كل ترم، الترم الاول والترم الثاني، حتى المناهج الخاصة بكونكت وكونكت بلس وديسكوفر هتلاقيها موجودة، كل منهج لوحده سواء كان خاص بالترم الاول او بالترم الثاني، فتقدر توصل لها بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين قدامنا. وهتلاقي كمان الماس موجود لوحده، الماس الخاص بأي مرحلة دراسية سواء كان ترم أول أو ترم تاني، وحتى دروس التأسيس الخاصة باللغة الإنجليزية هتلاقيها كمان موجودة لوحدها، فتقدر توصل لأي قائمة تشغيل انت بتدور عليها بمنتهى السهولة. ولو كان في درس أو موضوع معين انت مش قادر توصل له تقدر تبعت لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك واحنا هنرد عليك أكيد. وما تنسوش تتابعونا كمان على المجموعة بتاعتنا وعلى الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، علشان بينزل عليها قوائم التشغيل الجديدة والدروس الجديدة، وهتلاقوا كل الروابط الخاصة بقوائم التشغيل موجودة في الوصف بتاع كل فيديو. انا حطيتها في الوصف بتاع كل الفيديوهات لو حبيت ترجع لأي قائمة تشغيل. وممكن كمان تلاقيها زي ما قلنا من شوية على القناة بتاعتنا على اليوتيوب في المكان ده. وما تنسوش تشاركوا المعلومة والدروس مع أصحابكم علشان الكل يستفيد. وفي الختام أتمنى النجاح لأولادنا كلهم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.